They're moving to DC today. We need to go down there. They shoot journalists on sight in the Capitol. Every instinct in me says this is death. Blood it. يا مساء الفل أعزائي المشاهدين، النهاردة في الفيديو ده هنستعرض معاكم أفضل 10 أفلام متصدرة البوكس أوفيس، وتحديداً الأسبوع الثاني من شهر إبريل، وهنوضح لحضراتكم التكلفة والأرباح لكل فيلم، وهنعرفكم كمان تقييم كل فيلم من على موقع IMDb. وعموماً أنا ندو معاكم من قناة سينما ستور، وأهلاً وسهلاً بيكم. وبيكون معانا في المركز العاشر فيلم كوري جديد اسمه اجاست دي تور ذا موفي، وتصنيف الفيلم ده بيكون موسيقي، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 10/4/2024. وبصراحة انا مش عارف ازاي ده فيلم اصلا، لانه باختصار عبارة عن شوية اغاني من بعض الحفلات لمغني اسمه شوجا، والراجل ده بيكون عضو من ضمن فريق BTS، والواضح ان الراجل ده مشهور وكده. عموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 8.8 من إجمالي تصويت 102 صوت، وبعد أول أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية لـ 2,200,000 دولار. وبيكون معانا في المركز التاسع فيلم شراك 2، تصنيف الفيلم بيكون أنيميشن مغامرة كوميدي، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 12/4/2024. وطبعا الفيلم هو نفس فيلم شراك 2 اللي تم اصداره سنة 2004، بس حاليا بيتم عرضه تاني بالسينما، وده بسبب الذكرى السنوية الـ20 على الفيلم. وبيني وبينكم السلسلة دي تعتبر من الافلام الناجحة جدا، وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 7.3 من اجمالي تصويت 504 صوت، وبعد اول اسبوع عرض وصلت ايرادات الفيلم العالمية $1,350,000. DreamWorks Pictures presents Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, and Antonio Banderas. Shrek? For you, baby, I could be. Shrek. وبيكون معانا في المركز الثامن فيلم جديد اسمه The Long Game. تصنيف الفيلم بيكون دراما تاريخ، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 12/4/2024، وبتدور أحداث الفيلم سنة 1955. وبتركز قصة الفيلم عن 5 شباب من مدرسة الثانوي، وبنعرف انهم كانوا من محبين لعبة الجولف، ومن كتر حبهم للعبة قدروا ينشئوا ملعب بأدوات بدائية جدا، وبنشوفهم كمان وهم بيتنافسوا مع فرق قوية، وبسبب اصرارهم في النجاح وحبهم للعبة بيفوزوا ببطولة مدرسة ولاية تكساس. وعامة تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 7.3 من اجمالي تصويت 187 صوت، وبعد أول أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية $1,390,000. بيتراجع فيلم ذا فيرست أومن للمركز السابع للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الرابع، وتصنيف الفيلم بيكون رعب، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 5/4/2024. والفيلم ده يعتبر مقدمة لفيلم ذا أومن اللي تم إصداره سنة 2006. عامة قصة الفيلم بتركز عن حياة واحدة شابة أمريكية، وبنعرف إن تم إرسالها إلى روما علشان تبدأ حياة جديدة كخادمة في الكنيسة، بس لما بتروح المكان بتكتشف أمور غريبة بتحصل هناك، وبنعرف إنها بتواجه ظلام مرعب، والسبب ده بيخليها تشك في إيمانها. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 6.9 من إجمالي تصويت 8,300 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت لحوالي $30 مليون. وبعد تاني أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية لـ $35,438,000. How do you control people who no longer believe? You create something to fear. I believe the girl is to be the mother. Mother of what?
فيلم مونكي مان إلى المركز السادس للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الثاني. تصنيف الفيلم بيكون أكشن وإثارة، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 5/24/24. وقصة الفيلم بتحكي عن شاب كان مجهول الهوية، وبنعرف إنه كان مقاتل في نادي سري تحت الأرض. المهم بيتم قتل مامته زمان على يد ناس أشرار، والراجل ده كان جواه كمية غضب كبيرة جدا تجاههم، وبنعرف إنه كان ناوي ينتقم من الناس ديت، وهنشوفه في رحلة انتقامية ضد أخطر رجال العصابات. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDB حصل على 7.3 من إجمالي تصويت 13,000 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت لحوالي 10 مليون دولار. وبعد تاني أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 22,847,000 دولار. وبيصعد فيلم دون بارت 2 إلى المركز الخامس للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز السادس. وعموما تصنيف الفيلم بيكون أكشن مغامرة دراما، وتم إصدار الفيلم يوم 1/3/2024. وطبعا الفيلم ده بيكون مكمل للجزء الأول، وزي ما وضحنا لحضراتكم قبل كده إن الفيلم ده حصل على ردود أفعال إيجابية، والفيلم حاليا متاح للمشاهدة على جميع المواقع الأونلاين. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDB حصل على 8.7 من إجمالي تصويت 336,000 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت لحوالي 190 مليون دولار. وبعد 7 أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 683,904,000 دولار. We gave them something to hope for. That's not hope! بيصعد كينج فو باندا 4 إلى المركز الرابع للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الخامس. عامة تصنيف الفيلم بيكون أنيميشن أكشن مغامرة، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 8/3/2024. وفي الجزء ده بنشوف بو وهو بيستعد علشان يكون القائد الروحي لوادي السلام، بس كان عليه قبل ما يكون القائد الروحي كان لازم يشوف شخص يحل محله كمحارب للتنين. وعلى النحو الآخر كانت بتخطط السحرة الشريرة لإعادة جميع الأشرار اللي عزمهم بو إلى عالم الأرواح. وهنشوف بو في مواجهة السحرة ديت ومساعدة الثعلبة اللي كان عندها مهارات عالية جدا. والفيلم حاليا بقى متاح للمشاهدة على جميع المواقع الأونلاين. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDB حصل على 6.4 من إجمالي تصويت 25,000 صوت، تكلفة إنتاج الفيلم وصلت لحوالي 85 مليون دولار. وبعد 6 أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية 452,641,000 دولار. You finally met your match, Chameleon. We're not so different, you and I. Skadoosh. Stand back. I'm gonna kick my butt. وقدر فيلم Ghostbusters إنه يحافظ على المركز الثالث للأسبوع الثاني على التوالي. وتصنيف الفيلم بيكون مغامرة كوميدي خيال علمي، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 22/3/2024. وبتدور أحداث الفيلم في مدينة نيويورك، وبنعرف إن Ghostbusters الأصليين قاموا بتطوير مختبر أبحاث سري، وللأسف بيكتشفوا قطع أثرية قديمة أدت إلى إطلاق قوة شريرة، والقوة دي بيكون اسمها ديشيل، وكانت بتجمد البشر وأي حاجة تعدي عليها. المهم كان على Ghostbusters الجدد والقدام توحيد قوتهم، وده طبعا من أجل حماية موطنهم وإنقاذ العالم من مصير مميت. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDB حصل على 6.4 من إجمالي تصويت 24,000 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت لحوالي 100 مليون دولار. وبعد رابع أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 159,966,000 دولار. The death chill. The power to kill by fear itself. Your veins turn to rivers of ice. Your bones crack. And the last thing you see is your own tear ducts freezing up. وبيتراجع فيلم جودزيلا وكونغ إلى المركز الثاني للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان محافظ على المركز الأول لمدة أسبوعين متتاليين. وعامة تصنيف الفيلم بيكون أكشن مغامرة خيال علمي، وتم عرض الفيلم يوم 29/3/2024.
والجزء ده بيكون مكمل للجزء الأول اللي تم إصداره سنة 2021. عامة الجزء ده هنتعرف فيه على أصول وإصرار جودزيلا وكونغ، وهنعرف كمان سبب تكوين هذه الكائنات ومدى علاقتها بالبشر، وهنشوف جودزيلا وكونغ بيتحدوا مع بعض لمواجهة تهديد قوي جدا، والتهديد ده بيكون من قبل مجموعة من الشمبانزي الأحمر. وكالعادة هنشوف في الفيلم المواجهات الملحمية القوية. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل 6.5 من إجمالي تصويت 32,000 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت إلى حوالي 135 مليون دولار. وبعد ثالث أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية 436 مليون و532 ألف دولار. في المركز الأول فيلم جديد اسمه Civil War. تصنيف الفيلم بيكون أكشن دراما، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 12/4/2024، والفيلم ده بيكون من إنتاج شركة A24، والفيلم بيكون من بطولة النجمة كريستيان دونست، وبتدور أحداث الفيلم في المستقبل، وبنشوف مجموعة من الصحفيين بيسافروا إلى أمريكا وكانوا بيغطوا أحداث الحرب الأهلية اللي كانت بتحصل هناك، وبنعرف إن في أكتر من 19 ولاية بيتم انفصالهم عن أمريكا، وطبعاً بنشوف محاولات الحكومة والجيش الأمريكي في السيطرة على الأوضاع، وخصوصاً إن ظهر قوات مسلحة في تكساس وكاليفورنيا، والقوات دي كانت بتستهدف الصحفيين، وكان كل هدفهم إنه يوصلوا البيت الأبيض، وده علشان كانوا عاوزين يلتقطوا بعض الصور الفوتوغرافية، بس طبعاً الموضوع بيكون صعب جداً عليهم وسط الأجواء الملحمية. عموماً تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 7.7 من إجمالي تصويت 12,000 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت إلى حوالي 50 مليون دولار. وبعد أول أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 25 مليون و 712,000 دولار. وفي النهاية بتمنى من حضراتكم تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك وإنستجرام من دلوقتي علشان متفوتوش أي خبر أو أي فيلم جديد بقى متاح تحميله. God bless America. وعموما دي كانت افضل 10 افلام اتصدر البوكس اوفيس، وتحديدا للاسبوع الثاني من شهر ابريل. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك ومتابعه وتفعلوا الجرس، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.